بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الدروس مع الربط مع الـ ATM200 على الـ BLC الـ S300. اليوم تجربة نسوي جديدة انه نحاول نربط الـ OP الـ HMI او الـ OP Operator Panel او الـ Human Machine Interface على المجموعة مالتنا اللي ربطناها سابقا. نقدر نبدي من الستب 7 نشتغل به او نقدر نبدي من الوين سي سي نفسه هم نقدر نبدي من الطريقتين. احنا نقدر نبدي ونربطها. احنا راح نبدي من هنا اول مره عن طريق الانسرت. اقدر اضيف ستيشن اخذ HMI ستيشن، اختار النوعية مالت الشاشات اللي اريد اضيفها. هاي النوعية مالت الشاشة يسمونها OP177A، فانا راح اختار بانل سيريز 170 177H اللي هي هاي نفسها تاتش سكرين. هاي راح اضيفها. من اقول له اوكي راح تنضاف لي هنا كامل. نبدي اول ما راح نسوي الكوميونيكيشن، ناخذ الكوميونيكيشن. من راح نشغل الكوميونيكيشن راح يتحول لي الى الوين سي سي وياخذ لي الكوميونيكيشن. نيجي هنا نضبط الكوميونيكيشن، نضبط انه طريقه الاتصال الانترفيس الام بي اي، ونحط هنا الادرس مالتها 1 مربوط ويا الستيشن مال بي ال سي، وهذا الربط مالتي، وهذا نوع الستيشن مالتي، ونوع السي بي يو، والربط كونكشن كامل. كمل هذا الكونكشن. بعدين حقيقة نجي الى مرحلة التاقات. مرحلة التاقات هنا لازم نعرف بعض التاقات اللي موجودة. هنا أنا اول مرة نروح نعرف بعض التاقات الموجودة هنا اللي احنا راح نستفاد من عدها بالربط. انا عرفت بعض التاقات هي الميموري ادريسز. هاي الميموري ادريسز استخدمتها باللادر، اضفتها هنا جزء من الستارت والستوب البرنامج مالتي. ستارت وستوب ميموري على مود انه نسوي فت فوكشن صغيرة، برنامج صغير نقدر انه نبني. فضفنا هنا ستارت سوب على نفس البرنامج اللي اختبرنا به الاي تي 200 هنا ضفناه. فانا ضفت هنا ضفنا الادرسز اللي موجوده، ضفنا هنا التاقات. هاي التاقات نفسها راح نبدي ناخذها بالوين سي سي. من نروح للوين سي سي راح نجي الكونكشن اللي حققناه اول مره، نجي نعرفه اسم التاق، والتاق منين مربوط ويامن. زين هذا يجي مثلا ويامن مربوط، اربطه ويا الستارت، هو تلقائيا راح يجي الرقم مالته هنا ويجي تفاصيله. فعرفت التاقات هذني راح استخدمهن بالسكادا، برمجة السكادا او برمجة الـ HMI، فراح استخدمهن. هاي سوينا سكرينات، هاي السكرينات المين سكرين، وسوينا سكرين ثاني 81 82 81 82 81 BLC سكرين. كل واحدة بيها انه مجموعة بوتوم. هاي البوتومز حقيقة نقدر نعرفها من هنا، نجيب هنا البوتوم، هذا البوتوم هنا نجيبه ونحطه ودبل كليك، راح نعرف الاسم مالته مثلا من هنا. فرضا Start. وناخذ الايفنتس مالته مثلا في حالة الضغط انا راح اربطه مثلا ويا البيت، مثلا 6 bit، واربطه ويا البيت اللي اريده فرضا ستارت. اوكي press، كذلك من اشيله على مود انه اصفره، وهذا سوي له reset bit.
هنا أنا نفس الستارت بوينت، وهكذا. طبعا هنا أنا من ضمن الجنرال أقدر إنه أنا بروبرتيز أغير الشكل مالته، وهكذا يصير بهالصورة هاي. أغير أكبر الخط أصغره نقدر. المهم أنا سويت هذني أربع بوتمز، أربع مفاتيح أتنقل بيهن بين الشاشات اللي عرفتهن، والستارت والستوب في كل شاشة موجودة معرفة حسب البرنامج اللي سويناه آخر مرة بلا. ورا ما كملنا هذا راح نسوي له ترانسفير، أسوي له ترانسفير لل ال HMI أو ال OP اللي أريده، أختار نوع الاتصال ورقم الستيشن، أسوي له ترانسفير، راح يروح ترانسفير موجود هنا. هسه هذا راح نسوي له ترانسفير. أوكي أقول له يس، راح يسوي له كومبايل وراح يبدي ينزل البرنامج هنا بالشاشة. هذا يبدي ينزل البرنامج من هنا، وكذلك يبدي يسوي البرنامج هنا. ورا ما يكمل البرنامج راح يبدي يشغل الشاشة الرئيسية. هسه هاي الشاشة الرئيسية اشتغل بيها، اقدر انه الان اتنقل هاي الثانية، هاي الثالثة، وارجع للهوم. طبعا هاي ربطناها عن طريق الام بي اي ويا البي ال سي، عن طريق البي ال سي. هسه فرضا احنا نريد نشغل. هسه انا راح ادوس ستارت، ادوس ستارت، لاحظنا هنا اشتغل، هذا هم كذلك اشتغل. هسه هنا اقدر ادوس ستوب هنا، زين اشتغل. انتقل للشاشة الثانية مثلا، كذلك ادوس ستارت اشتغل، وادوس ستوب انطفى، والشاشة الثالثة كذلك ادوس ستارت، اقدر ادوس ستوب، والبي ال سي ادوس ستارت اشتغل هنا، وادوس ستوب. هسه راح اشغلهم كلهم، هذا ستارت، هاي الشاشة الثانية ستارت، الشاشة الثالثة ستارت، الشاشة الرابعة ستارت. اقدر ادوس ستوب، شاشة ثانية ستوب، انتقل للثالثة ستوب، والرابعة ستوب. ربط ال OP او ال HMI ويا اي مجموعة PLC سواء AT200 او PLC او مجموعة PLC، واقدر ابرمجها عن طريق ال 1CC Flexible وكذلك ال Step 7، واقدر انه اتحكم جميع التحكمات. اقدر هنا أنا اطلع استاتسات مع ال Output وكل شيء، اقدر اسوي هنا اي شيء اللي اريده، بس هاي فالتجربة بسيطة. شكرا جزيلا.